بالنسبة للقضاء النعمانية، قضاء يعني من السباقين لقضايا الشعائر الحسينية سلام الله على أبا عبد الله. فتعرف أنت هاي الفترة الأخيرة صار بها إعمار وصار بناء وصار توسع بالبناء، وتقريبا وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الإعمار، فالمواكب كثرت توسعت وصار توسع بالبناء. تعرف شعائر حسينية متعددة هنا، من عدها الزنجيل، من عدها المحاضرات، ومن عدها يعني إقامة المآدب، مآدب الأكل وهاي الشغلات، والزنجيل هاي المتواجدة عندنا بالنعمانية، وهي الأفضل المحاضرات باعتبار توصل رسالة بالنسبة للجالسين اللي يستمعونها، وبالنسبة للعالم بأن الحسين سلام الله عليه هو بالأساس رسالة إنسانية للعالم.